سجلت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق محافظة المهرة ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، دفعت بالعديد من المواطنين للعزوف عن الشراء، وأرجع مواطنون وباعة خضار هذا الارتفاع لاحتكار الاستيراد من قبل بعض التجار الذين يتحكمون بحركة البيع والشراء في أسواق المحافظة. في المقابل قال مسؤول بمكتب الزراعة بالمحافظة إنهم يعملون باستمرار على مراقبة حركة الأسواق وتحديد قائمة الأسعار للفواكه والخضروات. ونشد مواطنون سلطة المحافظة بتشكيل لجان للنزول الميداني ومراقبة الأسعار وضبط المخالفين. تضاعف السلة، الطماط ب16,000، البطاط ب9,000، يعني كل الخضرة غالية مش مثل أول. السلة البصل ب13,000 اليمني، العنب ب22، كل شيء مرتفع، ما فيش حاجة نازل خلاص، ما عاد شيء مثل يوم كان مثل أول. يجي يشوف الكيلو طماط 800 ريال 1000 ريال، يعني ماشي فايدة، شلة نص كيلو بس، ما في إلا اثنين تجار بس هو يبيعوا بكم ما يشتم، كل واحد يدخل يوم. السوق المركزي يوفر كل شيء، جميع الخضروات متوفرة. يعني الخضروات من هناك، من لما تنزل من هناك الأسعار تختلف. خضرة هذه ما لها سعر محدد، كل يوم لها سعر، يوم يعني تكون أقل يوم أكثر، يعني من صعب تحددها، في يعني كلها تكون في نفس يعني خلال الأيام فترة محددة صعبة، لها أسعار يعني كل يوم بسعر. الأسعار في خاصة الخضار والفواكه في أسعار محددة من مكتب الزراعة، عندنا هنا في الخضار والفواكه أصحاب الخضار والفواكه ما نفذوها صراحة. على ما قالت صاحب الزراعة تسعيرة 900، الداخل اللي يبيع الكيلو ب1000 ريال. والله يعلم عدد الخضروات الثانيه ما مش داري كم تسعيرها، يمكن تسعيرها هذا وهم يباعون باقله وهذا. نوجه سيارتنا الى الاخ المحافظ والسلطات المحليه بالنزول ومراقبه الاسعار، مراقبه الاسعار حتى المواد الغذائيه، مش المواد الخضار والفواكه، حتى المواد الغذائيه بشكل عام. البصل هذا غالي من سوق الجمله، هذا الان يقول لك في سوق الجمله 20 كيلو، لما تزنه هنا 16 كيلو، 16 هناك ب 12,000 شراء، لما وزنه طلع له 11,000، يعني عاد احنا خسرين 1000 بعد الكيس. اسعار الخضره يعني الكيلو البصل 700 اليوم، طماط 1000 ريال، يعني الطماط هنا في سوق الجمله ب 14، فيها 16 كيلو، يعني بتبيع لها 1000 اقل شيء ولا ما شيء خرج.